بدك إيهاب؟ ما بعرف أنت وين، أنت بتحدد أنت وين وكيف شفت الرسالة. أوكي؟ يا أنا بحدد أنا وين شفت. إيه أنت بتحدد أنت وين، وين شفت الرسالة. بدك تستعمل الباب، بدك تحطها برات الباب، بدك تحطها على البي، وين أنت حدد وين كنت وشفتها. ما بعرف اصلا وين. يلا اعطينا المشهد بليز. ايهاب كثير كثير غني. الو رفايل، شو لك؟ شو بتخبر يا خيي؟ قول. بعد شوي التليفون تمك طوشتني يا خيي. شو شو قول لي شو شو خبالي شي؟ لك كفى حركات، قول لي شو قول لي اياها في التليفون. كتب لي اياها في رسالة؟ يعني انت بتحبني ولا ايه؟ لك خيي خبرني، خبي لي اياها فين، قول لي فين حزور فين. لك شو هلا رافائيل الاهبل هذا. اوكي 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 خيي، اوكي اوكي أهلا رفايل. رفايل بيخبي، وين بيخبي رفايل؟ لك وين بتخبي رفايل؟ معقول يخبي لي في جيبتي؟ مبروك صديقي، حضرتك حضرتك ربح. لا بيعزك لا والله العظيم بتضحك يعني. قرب. الو لك بلا هزار يا عمي، ايش من لوطو يعني؟ كنت حكى لي رافائيل ايش كنت دوب صح تحكي عن جد رافائيل؟ هنقسمها معك؟ والله ما حقسم معك، انا نسي صداقتي. انسى انساني يا عم، انساني دلوطه. حسيتها ما تقولش يا عم وحياتي، حسيتها ما تقولش وحياتي، حسيتها ما تقولش مش شروطه يا ما تقولش يا كنافه مبروك استاذ، حضرتك ربحت سيارة موديل 2016 رجاء اتصال رقم 2 للحصول على على الجائزة. طب وين الرقم؟ طب الرقم استاذ؟ عيشني الحلم على الفاضي. وين الرقم؟ ما أظن إنك إنك ما اخترعت رقم، إنه قريت الورقة مثل ما هي. بدي هلا نرجع نعمل هيدا الشيء. غلط فيه غلط؟ فيه غلط؟ لا لا بالعكس كثير حلو، كثير بضحك اللي عملته، لأنه أنا ما كتبت رقم. أوكي؟ هلا بدي أطلب منك شغلة، بدي اطلب منك انه يكون في رقم كانك تتصل بالرقم. انت قصدت هيك يصير يعني ولا نسيت؟ انا قلت انا انت حر تحط رقم او ما تحط رقم. اوبسيون اه انت ما حطيت رقم، انه استاذ وين الرقم؟ مثل ما عملت هلا، عرفت شو؟ اوبسيون ثانية هلا بدي انه في رقم، اوكي؟ مبروك استاذ، حضرتك ربحت سيارة موديل 2016
رجاء اتصال على رقم 03-519-074 03-9-0 مش معقول. مشغول 03 شو هالخبرية هنا؟ قضيها سيرفيسات. الو تركين لي ورقة على الباب ان انا ربحت سيارة مزبوط؟ ايه قد ايه بعمل وقت تاخدها؟ ساعة؟ وين هي؟ سوري استاذ بس في ورقة طاحت مني، في ورقة طاحت مني شفتها؟ ورقة شو؟ ورقة اوكي ثانك يو شكرا حبيبي. حالك دي لذيذة. قلت فوتني بال اتفضل اوكي يلا كانت مبروك مدام حضرتك حامل. طلع بطل ايه هون اي متى وين اي متى مع مين اي متى بتعرفي انا مش مجوزه يا عمي شو عم تعملي هون؟ شو هيدي؟ ما انا ما مش انا شو هيدي؟ مش انا ولا شو هيدي؟ عن جد غلط مش لالي هي اكيد مغلطين انا اكيد انه مغلطين وين كنت؟ والله مغلطين مع مين كنت؟ والله مغلطين هي شو؟ عن جد مغلطين والله مش عم بمزح عن جد مغلطين مش لقلي الورقة أكيد مش لقلي في شي غلط أكيد لا أكيد لا لك أكيد لا بس مرحبا مرحبا مين أنت غلط بس بالإذن شو بدك جاي بس في عندي ورقة ناقصة أنا في مرتي عملت فحص مبارح بس وأجاني هلأ يا نادية والله لا بس
انا بعد ما خلص استنى هون بس هيك بدي عن جد لك شغله كثير مهضوم كيف قلتي وين مين كيف يعني يا ريت ارجع يعني على بالي ارجع شوفهم هلا كلكم عم تمرقوا المي بتضلها مفتوحة عندهم بالليل والله سكرت ما فتحتها أساسا ما فتحتها شو رحت على النبع؟ عين 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 ما تفوت ما تفوت بهالألعاب لأنه سكر الحنفية وما فتحها يا بتفتح الحنفية وبتسكرها يا أما أنت نايم بتحرش ورحت على العين ما ضروري خيار تفوتني بتفاصيل الحمام اوكي لقي لي المكتوب هو طلع من مكتوبه فهلا عرفت لاحظتي طلع من مكتوبه فهلا ايه طلع من المكتوب لاني في شيء بدي اكل بعدين نرجع له بدك تاكل كمان غيرت الفكره هلا الافضل يتفشى ورا الباب فيها صابش إذا بدك اعطيني الورقة على فكرة كل الناس عطيتيهم شغلة حلوة كتير إلا أنا عدتني أوه شغلة حلوة قوم محمد يلا بيشرب من عينه بيشرب من عينه شاطر تعوسك بدي الو رفايل قالت لي لسه الوقت حالا مش مصدق يا رافائيل مش مصدق انا بتحبيني انت فاهم انا تفهم انا عايز اقول لك ايه انا انت عارف انا بقالي قد ايه مستني هاجي لك لا 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 هاجي لك لا لا هجيبها مع يا عم صدقني والله قدامي الورقه اهي 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 والله ايه لا اهي ايوه خطها هو هو حبيبي رافائيل باي 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 عرفته شو او لا يا بيسو عرفته بحبه بلا ما يحكيها انا بسالف ارا حبيبي حياتي انا بحبك انا بموت فيك هيدا شيء مش حلو ما هيك هيدا شيء مش حلو
شبيه ايش بيه ابدا عامل هيك عامل هيك هيدا ابدا شيء مش حلو ما هيك حياتي حبيبي بحبك مهم مش حلو ما هيك لو رحتي احسن الو ايه ماما بعدني واصل هلا شوفي يلا 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 ثاني خليكي خليكي ظهرك الو مين حاطه للورقه مش مزبوطة يا عمي عم بحكي مع أمي ما تقول شي ما تقول شي ضاعت الفكرة من راسي ما داعي ما فيك تحضر قبل بوقت عم تحكي مع أمك مين حطها للورقة بعدها بتزبط رجع حط الورقة وفكر كسر مخك